بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا مجلس خفيف لطيف قليل الوقت، لن نطيل فيه إن شاء الله من كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وباب ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك. ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك. مسألة ارتقاء العبيد أو موالي العرب لكي يتبوأوا الملك والشرف والسيادة، هذا متصور بالتغلب والاغتلاب، متصور بالتغلب، يعني أمير وله عبد، فالعبد يثب على الأمير فيقتل الأمير فيلي الأمر مكان ذلك الأمير، أو أن يكون هذا المولى، المولى أي من ليس عربيا صليبة، صليبة أي أصلا ونسبا، هذا المولى يقترب من الأمير ويتبوأ مكانا عظيما للأمير كأن يكون وزيرا له أو مشيرا، فإذا مات الأمير تولى الأمر بعده ولد صغير، فيشرك هذا الوزير نفسه في الحكم مع هذا الصغير، ثم سرعان ما يزيل هذا الصغير ليستأثر بالأمر دونه. هذا كله موجود. كافور الإخشيدي كان عبدا عند ابن طولون، ثم بعد ذلك وثب على ابن طولون وانتزع الإمرة منه وصار أميرا على مصر، وهو عبد حبشي أسود، هذا موجود. ولو تحسسنا هذا بين الملوك والسلاطين والأمراء سنجد ذلك. ولكن هذا الأمير بالتغلب وهذا السيد بالتغلب لا شرف له، يكرهه الناس لأنه يؤصل ملكه وإمرته على الدماء. لكن هناك إمارة وسيادة من نوع آخر، السيادة بالعلم. السيادة بماذا؟ بالعلم، أن تكون سيدا بالعلم. وهذه السيادة بالعلم لن تنازع فيها ولن تغالب فيها ولن يسفك بسببها دماء ولا تنتهك حرمات ولا تؤخذ أموال. فهذا باب من ارتفع من العبيد بماذا؟ بالفقه، ليس بالقسر أو بالتغلب، حتى لغاية أن جلس مجالس الملوك. والأثر 117، وهو أثر أبي العالية، قال: كنت آتي ابن عباس، آتي ابن عباس وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، السن مضمومة، فتغامزني قريش، والزاي مضمومة، فتغامزني قريش، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذاك هذا العلم، كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة، كذاك هذا العلم يزيد الشريف شرفا، يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة.
هذا الأثر عن أبي العالية وهو رفيع ابن مهران مولى من موالي العرب، أي ليس بالعربي أصلا ولكنه كان مولا أي ملحقا بهم لا نسب له ولا شرف، وهو مع ذلك من التابعين المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وصلى خلف عمر وقرأ القرآن وتفقه على ابن عباس وعلي وابن مسعود وأبي وغيرهم طائفة عظيمة من الصحابة، وتوفي عليه رحمة الله سنة 90 من الهجرة، يعني الرجل عاش ما شاء الله مدة طويلة جدا من الزمن، يعني عاش أكثر من قرن من الزمان، فهو من التابعين المخضرمين وكان ثقة عليه رحمة الله. أبو العالية هذا الرجل ليس بعربي نسبا ولا أرومة، بيقول: كنت إذا أتيت إلى ابن عباس وهو على سريره، السرير عند العرب ما يجلس عليه، يعني هذا الكرسي يسمى ماذا؟ يسمى سرير، ولكن عندنا الآن في اللغة المعاصرة فارق بين الكرسي وبين السرير، لو قلنا فلان جلس على السرير يبقى السرير اللي عليه المرتبة، ها؟ لكن العرب كانوا يسمون كل شيء يجلس عليه يسمونه ماذا؟ سريرة، شريطة أن يرتفع، يبقى فوق مرتفع يرتفع على الأرض يسمى ذلك سريرة. وحوله قريش، كلمة قريش معناها الإيه؟ العرب الأقحاح أصحاب النسب والشرف، يجلسون على الأرض، والذي يجلس معه على السرير مين؟ هذا المولى اللي هو أبو العالية. فتغامزني قريش، تغامزني يعني يغمز بعضهم بعضا كأنهم يعني يستعظمون ذلك الأمر، كيف لهذا الرجل أن يجلس هذا المقام العالي وليس بعربي؟ ففطن لهم ابن عباس، أي تنبه لما يريدون، فقال: كذاك هذا العلم، كذاك هذا العلم، يعني هذا الرجل إنما جلس على السرير ببركة طلب العلم، ببركة طلب العلم، فهذا العلم يزيد الشريف شرفا، يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة. الأثر 119. قال أبو إسحاق: وكان محمد ابن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، والأوقص ليس اسما وإنما هو لقب، وإنما هو لقب، والأوقص هو قصير العنق كأنما دقت عنقه أو انكسرت عنقه، يعني كأن رقبته ديت إيه؟ اتشالت، فأصبحت راسه دي لازقة فين؟ لازقة في صدره، يعني راسه لازقة في صدره، فين رقبته؟ أين رقبته؟ ليس له رقبة، من قصرت وصغرت رقبته كأنما دكت أو كسرت يسمى ذلك بالأوقص. طب والمرأة عافاكم الله تسمى بماذا؟ أو تلقب بالوقصاء، يبقى هو أوقص وهي وقصاء. طيب، يبقى محمد بن عبد الرحمن الأوقص، كلمة الأوقص دي هذا لقب، هذا لقب، وليس هذا بالتهامز، فهناك محمد ابن عبد الرحمن كثر
فكيف يميزونه عن غيره؟ يميزونه بماذا؟ باللقب، فليس ذلك من باب التنابز بالألقاب. وفسر ذلك صاحب الكتاب فقال: وكان عنقه داخلا في بدنه، يعني عاوز يقول ليس له عنق، الراس ملزقه فين؟ في الصدر. طيب، وكان منكباه، المنكباه اللي هم الكتفين دول، خارجين اي هما بارزان، كأنهما زجان. الزج الحديدة التي يمسك بها الرمح، تبقى عالية كده، مكببة عالية، يبقى كتافه عالية وراسه نزلة، لك أن تتصور هذا الشكل، يبقى كأن كتافه دي جبلين ودماغه ساقطة في وسط الايه؟ الجبلين، لا رقبة ولا أي حاجة. سبحان الله، الشكل ده شكل عجيب. حقيق إذا ذهب ليخطب ألا يخطب، وحقيق ألا يقدم، وحقيق أن ينفر منه الناس ويستبشعون خلقته. طيب نشوف. فقالت له أمه، اسمعوا بقى إلى الأم الذكية والزكية بالذال والزاي، فقالت له أمه: يا بني لا تكن في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به. طبعا منذ الصغر العيال الصغيرين ما بيصدقوا واحد زي ده، يبقى اللعبة بتاعتهم يمسكوه، يبقى اللعبة بتاعتهم بقى، بدل ما يلعبوا مثلا في أي حاجة يبقى ده إيه؟ الفاكهة بتاعت اللعب. وكلنا مرينا بأطوار شبيهة بذلك، ورأينا أشياء قريبة من ذلك، نذكر ذلك حتى لو كبرنا وكدنا أن نموت. فقالت له أمه: يا بني لا تكن في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم. يا سلام، عليك بطلب العلم. لو طلبت العلم دي رقبتك بقى ستناطح الشمس، مش السحاب، رقبتك المتكوكة دي ستناطح الشمس. فعليك بطلب العلم، وعليك أي إلزم طلب العلم، فإنه يرفعك. الفاء في معنى السبب، والجملة كلها في معنى السبب. قال أي الراوي أبو إسحاق: فطلب العلم، مش طلب العلم زي الشباب اليومين دول أبدا، طلب العلم أي سهر وحفظ وحصل وجمع وفتش وقمش ما شاء الله. قال: فولي قضاء مكة 20 سنة، صار هو القاضي على مكة 20 سنة. قال أبو إسحاق: فكان الخصم، الجماعة الخصوم يجي يتحكموا عند القاضي، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. يا يرعد، يقعد يترعش كده هو وجلا وهيبة منه، من هذا الأوقص. قال: ومرت به امرأة يوما، امرأة كده مر بالقاضي الذي يعني جعل الله تعالى مهابته في قلوب الخلق، فسمعته ويقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، وهذه طرفة. قال: فقالت له: يا ابن أخ، وأي رقبة لك؟ وانت لك رقبة؟ يقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، وهو أوقص لا رقبة له. يا ابن أخي، وأي رقبة لك؟ هذا إسناد صحيح. وأنهي بهذا القول لمحمد بن القاسم بن خلاد، قال: لا خسيسة في الإسلام،
لا خسيسة في الإسلام. من دخل الإسلام فليس هناك شيء في الإسلام تعاير به، فالإسلام كله خير، كله خير في تشريعاته وفي آدابه وأخلاقه وعقيدته ومعاملاته. الإسلام كله خير، لا خسيسة فيه. أي شيء دون الإسلام فمليء بالخسة، أما الإسلام فلا خسيسة فيه. الفضل في الدين والتقوى، الفضل في الدين والتقوى، والتقوى اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. الفضل في الدين أي في طاعة الله عز وجل، والتقوى أي اجتناب المعاصي. وإذا اجتمع إلى ذلك الشرف، الشرف أي السيادة، والسيادة بين الناس ليست بالملك وبالإمارة وبالزعامة وبالتسلط وعلو الصوت وما إلى ذلك، وإنما السيادة بين الناس بالخلق، لا سيما التغافل، لا سيما التغافل. لابد الإنسان إن هو يصاب بشيء من التغافل، لا تكن متيقظا لكل شارد ووارد، إياك، لابد تسوح شوي. التغافل للإنسان كالملح للطعام، فقليل الملح يصلح للطعام، وكذلك المطلوب قليل من التغافل. ما كنش مغفل، في فرق بين تتغافل وأن تكون مغفلا. افهم كل حاجة، واعرف كل حاجة، واحص كل حاجة، ولكن طنش بعض الأشياء، تغافل عنها، وهذا نوع من السيادة لا ينال إلا بالاجتهاد. فالخلق لا سيما التغافل. الأمر الثاني، دي مسألة مهمة جدا، بسط الوجه. يبقى التغافل وبسط الوجه، واللي بعد كده كف الأذى، وبعد كده بذل الندى. هذه الأمور إذا اجتمعت في شخص كان سيدا في قومه وفي عشيرته وفي بلده وفي مكانه. نسأل الله تعالى أن يرفع خسيستنا بالإسلام، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.